بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة أحبائي في الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو المواضيع التي تخص المصالح الحكومية. موضوعنا النهاردة أحبائي في الله غاية في الأهمية. الموضوع بيخص الشباب اللي هو تم التعاقد معه من قبل وزارة التربية والتعليم بعقود مؤقتة مؤخرا في المسابقة الأخيرة. طيب نشوف بس الفيديو للآخر، لأنه في آخر الفيديو فيه المضمون. وما ننساش قبل ما نشوف الفيديو أحبائي في الله نعمل اشتراك في القناة ونعمل لايك للفيديو ونعمل مشاركة علشان تعم الفائدة. طيب تعالوا نشوف تفاصيل الخبر ونشوف بيقول إيه. عنوان الخبر أحبائي في الله بيقول الـLTDL مسابقة التربية والتعليم تجهيز الإعلان عن الحاجة إلى 65 ألف معلم، إعلان شروط للتقدم، تصريح السيد محمد عمر وكيل وزارة التربية والتعليم. طيب تعلن وزارة التربية والتعليم المصرية من حين لآخر عن الحاجة لسد العجز بالمدارس، وذلك في سبيل إتمام سير العملية التعليمية على النحو الأمثل في خطة الوزارة للإصلاح عام 2020. وتعمل الوزارة في الفترة الأخيرة على حصر أعداد المعلمين المتاحين، كما تعمل على حصر العجز بالمدارس تمهيدا للإعلان عن الحاجة لسد هذا العجز. وقد انتهت الوزارة من سد العجز بالمدارس بشكل مؤقت للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019، وانتهت من إعلان الشروط وتترقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 للإعلان عن انطلاق المسابقة الجديدة، والتي سيتم فيها اختيار شروط جديدة للمتعاقدين مع المعلمين. تبدأ وزارة التربية والتعليم في التحضير للمسابقة الكبرى للتعليم، والتي تشمل شغل 65 ألف وظيفة معلم مستديم بالمدارس، حيث يتم تثبيت بعض اختيارهم، وذلك بعمل شروط جديدة تم الإعلان عن بعضها من السيد المتحدث الرسمي عن وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي الذي أقامه في 8 أبريل 2019، والذي أكد فيه انتهاء العقود المؤقتة للمعلمين والإعلان عن مسابقة تعليمية جديدة لها شروط جديدة في يونيو 2019. طيب تعالوا أحبائي في الله نشوف شروط مسابقة التربية والتعليم الجديدة. ما تم توضيحه حتى الآن من مسابقة التربية والتعليم الجديدة بعض الشروط والمعايير منها: 1. جمع التقديمات تتم بشكل إلكتروني، هتبقى جميعها أو 99% منها طريقة إلكترونية عن طريق الإنترنت. تعيين المعلمين الفائزين بالمسابقة بشكل دائم بالمدارس. المسابقة اللي فاتت أو اللي كانت قبل كده مؤخرا كانت بشكل مؤقت. طيب 3. اختيار بعض الفائزين لعقود مؤقتة، يعني برضو هتبقى في عقود مؤقتة تاني في المسابقة بعد ما هيتم الاستيفاء المطلوب للمسابقة. 4. التراجع عن الشرط التربوي لكل من كليات الآداب وكليات الخدمة الاجتماعية، وذلك للعقود المؤقتة. طيب تعالوا نشوف أحبائي في الله تصريح الدكتور محمد عمر بيقول إيه بعد التواصل معه عن انستجرام، عن الواتساب. طيب أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم عن انتهاء العقود المؤقتة جميعا في نهاية مايو. يبقى كده احنا العقود اللي هي تم التعاقد معهم مؤخرا سيتم انهائها تماما، ويتم سحب ملفات المعلمين المؤقتين من الوزارة، ويمكنهم التقديم للمسابقات الجديدة باتباع الشروط الجديدة. يعني كده أحبائي في الله الشباب اللي هو قدم في المسابقة مؤخرا اللي هي مسابقة التربية والتعليم في العقود المؤقتة كده هتنتهي العقد بتاعه في نهاية مايو،
وبعد كده هيبدأ إذا حب يقدم في المسابقة الجديدة هيبدأ يقدم بالشروط الجديدة في المسابقة الجديدة اللي هيتم إعلانها في مايو بعد مايو إن شاء الله أو بعد امتحانات النصف الثاني. طيب تعالوا نشوف اللي دار الحوار اللي دار بين الدكتور عمر على الواتساب. طيب احنا هنا كاتبين لتجديد على اول السنة الجديدة، ثم بعد ذلك كما اوضح مكتب الوزير سيتم تثبيت الدفعة الاولى للمتعاقدين الحاليين، ثم تثبيت الدفعة الثانية من المسابقة الجديدة بعد ذلك بشروط مرور 6 أشهر على التعاقد للدفعتين. لك أن تصدق أو تكذب ذلك، كل ما عليك هو أخذ سكرين وحفظه لهذا المنشور، ونتقابل على السنة الجديدة لمعرفة من منا صال أصدق قولا. ألف مبروك للجميع. الخبر ده منشور، يعني هو الخبر اللي احنا جايلينه للدكتور عمر منشور على جروبات، هل على الجروبات اللي هي بتاعت الفيسبوك، هل هو صحيح ولا إشاعة؟ أرجو من حضرتك الرد والإفادة. طيب احنا كده بنعرض على الدكتور عمر علشان نشوفه حقيقة ولا كذب. الراجل هنا رادد بيقول إشاعة. طيب يعني ما فيش عقود جديدة حضرتك؟ يعني إيه عقود جديدة؟ رد الدكتور عمر، يعني بعد انتهاء العقد المؤقت ملناش أي عقود، العقود المؤقتة العقد المؤقت لن يجدد، وهذا معلن من أول من اليوم الأول. طيب بكده يعني أصحاب العقود الحالية في التربية والتعليم سيتم إلغائها، وحيبدأ يعمل يتقدم في مسابقة جديدة بناء على كلام الدكتور عمر على الواتس أب. الدكتور عمر المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم. طيب تعالوا نشوف باقي الخبر. تم إلغاء شرط الحصول على تربوي لكل من خريجي الخدمة الاجتماعية وكلية الآداب قسم اجتماع، وذلك في مسابقة العقود المؤقتة المقبلة والتي تكون لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد في كل عام. وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت منذ فترة وجيزة في مارس الماضي بطرح طلبات التقدم لوظيفة المعلمين المؤقتين لسد العجز ببعض التخصصات في المدارس المصرية للعمل في خلال الفصل الدراسي الثاني فقط 2019. من الأوراق الهامة والشهادات الضرورية للتقديم في المسابقة التربية والتعليم القادمة في يونيو أن يحمل المتقدم شهادة الـ LCDL. طيب ده شرط جديد، وقامت وزارة التربية والتعليم بتيسير الحصول عليها ودعمها، وذلك للعاملين على وزارة الوزارة على أن يقوم العاملين في خارجها بتتبع الطرق للحصول عليها قبل التقدم في وظائف التربية والتعليم، والتي يهدف الحصول على هذه الشهادة لارتفاع بمستوى المعلم. طيب أحبائي في الله، احنا كده خلصنا الخبر، والمضمون بتاع الخبر أو الخلاصة اللي في الخبر بتقول أولا العقود المؤقتة للشباب اللي هو التعاقد مع التربية والتعليم سيتم إلغائها تماما في آخر مايو، وحيبدأ بعد كده إذا حب يقدم في المسابقة الجديدة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم حيقدم، بس بشرط أنه يكون معاه الـ LCDL أو شهادة قيادة الحاسب. بكده أحبائي في الله احنا خلصنا الفيديو، ويا رب نقدر نكون ألمينا بالموضوع كله وعلشان نقدر نفيد الناس، واللي ما معهوش شهادة LCDL في المعلمين المؤقتين يبدأ يسعى عليها من دلوقتي علشان لما تنزل المسابقة يبدأ يقدمها في المسابقة وما يتأخرش. طيب كده احنا خلصنا الفيديو أحبائي في الله، نشكركم على حسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.